أنا لا أعتقد أن هناك هدنة، ولا يوجد هناك هدنة، انتهت الهدنة في وقت سابق، ولكن هناك كما يقول القائد حفظه الله خفض للتصعيد، وكما تحدثنا في أكثر مقابلة خفض للتصعيد، ويجب أن يبقى الجميع يتحدثون عن خفض للتصعيد. العدو كلما قام به من ارتكاب الحماقات كانت لا تؤدي ولا تثمر إلى شيء. لذلك نحن نقول للأمريكيين والبريطانيين اليوم، كلما تقومون به من ضربات همجية إرهابية مدانة لا يمكن أن تثمر بشيء، وهي فاشلة. وكما يتحدث السيد القائد حفظه الله، فنحن نقول يعني عندما رأوا بأن كل ما قاموا به وفقط أفرغ خزائنهم من الأموال، وأفرغ خزائنهم من الأسلحة، وأفرغ خزائنهم من الأخلاق، العمل السياسي أو المفاوضات السياسية التي وصلنا نحن وهم إلى إطار عام يتحدث عن الشق الإنساني وهو الأولوية بالنسبة لنا. وكما تحدث السيد القائد حفظه الله في أكثر من خطاب، أننا لا يمكن أن ندخل إلى أي حوارات تفضي في الأول إلى حل الملف الإنساني الذي يتضمن مرتبات وإعادة الكهرباء وغيرها من الأشياء، الطرق والخدمات والطرقات والخدمات وغيرها من الأشياء التي تحدثنا عنها وتحدث السيد القائد في أكثر من خطاب. فبعد الحديث عن هذا ووصلنا نحن وهم إلى اتفاق مبدئي موافقين عليه نحن والمملكة العربية السعودية، ومع ذلك وجه الأمريكي بإيقاف. نعم، يعني في الأسبوع الماضي كان هناك تصريحات لرئيس حكومة المرتزقة قال أنه توقفت خارطة الطريق، لكن بعد اجتماع تقريبا بعد يومين يمكن بلغهم والله، فلا يوجد لدينا نحن وهم حوار، الحوار هو مع السعودية فقط. ولهذا جاءت التصريحات السعودية تتمس. الحوثي يكشف عن رسالة تحذيرية للسعودية ويتحدث عن صرف المرتبات، وإلى التفاصيل. كشف عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي اليوم الأحد عن مضمون رسالة تحذيرية وجهتها صنعاء للسعودية عقب العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وقال الحوثي في لقاء مع قناة المسيرة: أوصلنا رسالة للسعودية بأنها ستكون هدفا لو سمحت للطيران الأمريكي باستخدام أراضيها أو أجوائها في العدوان على اليمن. وأوضح أن اليمن خرج من العدوان أقوى مما كان عليه في البداية، وأن ذلك يرجع إلى وجود ثلاث عوامل رئيسية، وهي السيد القائد والمجاهدون الأبطال والشعب اليمني العظيم. وذكر أنه ومنذ بداية العدوان أكدنا أن أهداف العدوان لن تتحقق، أن استهدافهم المباشر للسكان والمستشفيات والمدارس كان دليلا على فشلهم الكبير. وبخصوص مسار التهدئة القائم بين صنعاء والرياض، أكد الحوثي أن الحاصل بين اليمن والسعودية هو خفض للتصعيد وليس هدنة، وأشار إلى أنهم وصلوا في المفاوضات السياسية مع السعودية إلى اتفاق مبادئ وإطار عام عن الشق الإنساني وهو أولوية بالنسبة لنا، موضحا أنه لا يمكن الدخول في أي مفاوضات قبل أن تفضي إلى حل الملف الإنساني الذي يتضمن صرف المرتبات وإعادة الكهرباء وتقديم الخدمات. ودعا الحوثي السعودية باعتبارها قاعدة العدوان بعد أمريكا إلى تحريك موضوع السلام وأن تمضي فيه، وأن المراوغة ليست في صالحها. وتطرق عضو المجلس السياسي للعدوان الأمريكي البريطاني قائلا إنهم يواجهون أمريكا وبريطانيا والعدوان الإسرائيلي نصرة لإخواننا في غزة ومساندة لهم. وأضاف مخاطبا الأمريكيين والبريطانيين: ضرباتكم الهمجية الإرهابية مدانة وفاشلة. أشكركم على حسن المتابعة واللقاء، ولا تنسوا التعليق والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.